أولا أريد أن أشير كما تفضلت في بداية كلامك أن هذا الحصار فرض على قطاع غزة عام 2007 بعد استيلاء حركة حماس على قطاع غزة وعدم اعترافها بالاتفاقيات المبرومة بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية حول البالونات الحارقة والطائرات الورقية الحارقة. كما تعلم أن اليوم إسرائيل استهدفت مطلقي هذه الطائرات الورقية دون إصابة أي شخص، بمعنى أن لو أرادت إسرائيل إصابة مطلقي هذه البالونات والتي حرقت الكل الأخضر واليابس في جنوب البلاد لكانت تقتل كل من يقوم بإطلاق هذه البالونات.